مع عناوين الصحف بنبدا يومنا النهارده، وهيكون معانا الصحفي الاستاذ اشرف البربري. صباح الخير. صباح الخير، اخبارك ايه؟ كله كويس. نبدا من كله كويس. كله كويس بجد؟ اه والله، اول جاي كويس. طيب الاوضاع السياسيه ودعم الاقتصاد المصري يتصدران لقاء مرسي وكاري، ده من الاهرام صفحه واحد. من الشروق صفحه واحد ايضا، التحرير يشتعل والدلتا تنتفض والقناه تستأنف الغضب. من الشروق صفحة واحد، الألتراس يؤخرون طائرة كاري في بروفة غضب. ومن الأخبار صفحة واحد، الغضب يتجدد في بورسعيد، 4 قتلى و416 مصابا. من الأخبار صفحة واحد، الشورى يتهم وزير البترول بإثارة أزمة السولار لتشويه الإسلاميين. من الأهرام صفحة 3، وضع أنسي وناصف ساويرس على قوائم الممنوعين من السفر. من المصري صفحة واحد، المصري اليوم، مأمور وادي النطرون السابق، ملثمون هربوا سجناء الإخوان. ومن الجمهورية صفحة 8، وزير المالية بعثت صندوق النقد في القاهرة خلال 10 أيام، والاتفاق قبل الانتخابات. وأخيرا من الشروق أيضا صفحة 9، الجراد يهاجم المقطم والتجمع الخامس ومدينة نصر، أبشروا. طيب نبدأ على طول من الأهرام صفحة واحد زي ما قلنا تاني. يمكن زيارة كاري بشكل عام كمان كانت زيارة مثيرة للجدل بشكل عام. الاستقبال الشعبي كان مختلف تماما يمكن عن الاستقبال ده طبعا، يعني هو في حالة طبعا من التربص باتجاه التحركات الأمريكية في مصر. عندنا طول يعني في ميراث طويل من سوء الظن وعدم الثقة في التحركات الأمريكية. 30 سنة كانت بتدعم نظام حسني مبارك رغم كل عيوبه. في ناس قرت زيارة كيري في التوقيت دوت على انها رسالة دعم للرئيس محمد مرسي، وده اللي دفع جبهة الانقاذ اللي هي الفصيل المعارض الى مقاطعة هذه الزيارة، رغم انه كان على جدول اعمال الزيارة لقاء مع ممثلي جبهة الانقاذ. طبعا لازم طبيعي جدا اني على المستوى الرسمي تحظى باهتمام واسع. أمريكا في الآخر لاعب مهم ومؤثر في كل القضايا العالمية، حتى بما فيها القضايا الداخلية للكثير من الدول بما فيها مصر، عشان نبقى واقعيين. يعني كلنا بنتكلم عن عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية لنا، لكن الحقيقة أنه أمريكا دولة قوة عظمى أو القوة الأعظم الوحيدة في العالم. مصر محتاجة مساعدات، بتاخد منها مساعدات مستمرة، وبتاخد محتاجة منها مساندة في الكثير من القضايا الدولية، فطبيعي انها تبقى مؤثرة في مصر. سؤال مهم جدا يعني بيشغل ناس كتيرة، وهو كونداليزا رايس، هيلاري كلينتون، وكده جون كيري، ايه الفرق الاساسي في السياسة الخارجية الامريكية اللي ممكن تتغير على يد او اللي تطرأ على هذه السياسة ما بين الثلاث شخصيات؟ لا، في امريكا الامور مختلفة شوية. تغيير الاشخاص لا يؤدي الى تغيير في السياسات، والاكثر من كده انه تغيير الحزب الحاكم لا يؤدي الى تغيير جذري في السياسات. يعني من الجمهوريين جورج بوش للديمقراطيين مع باراك اوباما، ومن كوندليزا رايس الست العنصرية الامريكية المتطرفة لكلينتون التي يعني تبدي قدر من المرونة الكيري اللي هو يعني يبدي اهتمام بقضايا حقوق الانسان والديمقراطية، الامور لن تختلف كثيرا، لانه امريكا تحكمها مصالح استراتيجية عليا، تحكمها خطط طويلة المدى. علشان كده ما اظنش ان هيبقى في تغيير كتير في المواقف، يمكن يبقى في تغيير بس بيبقى تغيير في اللهجة او في مفردات الكلام، لكن المواقف الامريكية بدليل ان زي ما احنا قلنا على مدار وقت طويل فضلت الادارة الامريكية تؤيد دائما بتؤيد نظام الحكم في مصر ما دام هذا النظام لا يلحق ضرر او لا يتعارض مع المصالح الامريكيه. فما يختلفش حتى هم حتى ما تتغيرش، سواء اللي بيحكم مبارك او اللي بيحكم مرسي او اللي هيحكم البرادعي او الجن الازرق، المهم ان تكون سياساته ما تتعارضش مع السياسات الامريكيه، مش هيبقى فيه مشكله. لو تعارضت المصالح هتبقى فيه مشكله. الاستقبال الشعبي زي ما قلنا كان مختلف شويه عن الاستقبال الرسمي. كان ايه اهم ملامح الاعتراضات الشعبيه؟ كان زياره للتحرير لم تتم، كان مفروض في زياره مش عارف فين برضو. شوف هي حتى في المطار ما عرفش يخش من الباب الاساسي، دخل من باب 35. يعني بالعكس حصل في المطار موقف سخيف في اول يوم، انه عناصر الامن والحراسه القادمه معاه فرضت حضورها وفرضت سيطرتها على صالة الوصول بصورة يعني أثارت استياء رجال الأمن المصريين. وفعلا الحقيقة أنه السؤال طبعا اللي دايما بيطرأ على الذهن، طب لو المسؤول لو كان الرئيس او وزير خارجيتنا هو اللي في مطار في نيويورك او في مطار في واشنطن، كان هيبقى مسموح لنا بعمل هذا بالتعامل بهذا الشكل؟ والحقيقه احنا مفترض ان احنا دايما يبقى في ترتيبات لها بهذه الامور يعني او وتنسيق، علشان ما نحطش البلد بهذا الشكل. وفي اتفاق مع الجانب الزائر
على ترتيبات تأمينه وترتيبات حراسته علشان ما تبقاش الأمور بهذا الشكل، ومصر لها أنها تفرض حضورها على أرضها برضو مع تأكيد على ضمان أمن وسلامة الضيف، لأنه في الآخر احنا مش مسألة أن أنا إيه مش عنده وخلاص، لكن دي واحدة. الحاجة التانية زي ما قلنا أنه أن القوى السياسية المعارضة تحديدا ترى في الزيارة دعم بشكل غير مباشر للرئيس مرسي في هذه الظروف التي تتصاعد فيها المعارضة ضده، علشان كده ما كانش في ترحيب على مستوى الشارع باعتبار أنه الشارع يعارض بزيارة كيري. نتكلم بقى على الشأن الداخلي، التحرير يعني عنوان يعني مثير جدا للتحرير، اشتعل الدلتا تنتفض والقناة تستأنف الغضب. طبعا للأسف احنا يمكن قبل اسبوعين انا قلت ان المشكلة انه الرئيس محمد مرسي وحكومته وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بيراهنوا على الوقت من اجل هدوء الاحتجاجات التي الاحتجاجات المعارضة، لكن من الواضح في عنوان النهاردة أن الرهان على الوقت هو رهان خاسر. بالعكس، رقعة المعارضة بتتسع، طبيعة المعارضة بتفقد سلميتها بالتدريج. تقريبا دلوقتي ما بقتش فيه مظاهرات سلمية وبقتش فيه احتجاجات سلمية، بقت الاحتجاجات دايما تشتعل بسرعة. احنا شفنا امبارح المشهد في ميدان التحرير، رغم أن محاولة الشرطة لفتح الميدان تحولت هذه المحاولة من إلى اشتباكات عنيفة، ومع الليل أصفرت عن إصابة عدد كبير من المتظاهرين ومن رجال الأمن، واحترق تم حرق سيارة شرطة، ويعني المشهد سيء جدا. طب وده يدل على شيء، بيدل على تزايد المستمر والاحتقان المستمر. ما هي دي، ما انا بقول لك انه ده بالعكس، ده الامور بتشتد. يعني احنا النهارده لما يبقى عندي ثلاث نقط سخنه، احنا كنا الاول قعدنا ما يقرب من 18 شهر اللي هي فتره حكم المجلس العسكري عندنا نقطه واحده ساخنه وهي ميدان التحرير. احنا النهارده عندنا ثلاث نقط سخنه في النهارده بس، عندنا في ميدان التحرير، وعندنا في المنصوره في الدلتا، وعندنا مدن القناه، وبالتحديد بورسعيد وبخاصه بورسعيد. اذا معنى هذا ان قاعده الغضب تتسع، وقاعده الغضب القابل للتحول الى اعمال عنف تتسع، وده المساله مثيره جدا للقلق ومثيره جدا للخوف، ولا يجب ويجب على الحكومه او على الرئيس محمد مرسي ان يتحرك في اتجاه احتواء وتهدئه هذا الغضب، وليس ترك الامر للوقت على انه الوقت ممكن يتولى عليه. طيب نروح بقى يعني يمكن في خبرين برضو مرتبطين بنفس الموضوع، فبالتالي هنعدي عليهم بسرعه. الالتراس يؤخرون طائره كاري في بروفه غضب، وبرضو نرجع تاني لبورسعيد، الغضب يتجدد في بورسعيد، 4 قتلى و416 يعني هي كلها في نفس الطرف اللي اتكلمنا فيه. يعني ممكن نخش على الخبر اللي بعده، وهو وزير البترول بيتهم من قبل مجلس الشورى بان هو اللي اثار ازمه السولار علشان خاطر يشوه صورة الإسلاميين. ما حقيقة وما يعني جدوى؟ يشوف هو للأسف الشديد من أول ما تولى ما وصل الإسلاميين إلى الأغلبية في البرلمان سواء في مجلس الشعب المنحل أو في مجلس الشورى دلوقتي، ومع فشل المتكرر لهذه الأحزاب في تحقيق أي نتيجة، هم دايما يواجهون الاتهامات إلى الآخرين، دايما يؤمنون بنظرية المؤامرة، دايما في مؤامرة، في حد بيتآمر عليهم. حكومة هشام قنديل هي حكومة حزب الحرية والعدالة، الذي شكل هذه الحكومة والذي اختار وزرائها جميعا هو حزب الحرية والعدالة بالتشاور أو مع الرئيس محمد مرسي اللي هو كان رئيس حزب الحرية والعدالة. فعندما أزمة السولار قائمة وممتدة، قبل ما يجي وزير البترول تم تغيير 3 وزراء بترول خلال الشهور الماضية، والأزمة قائمة، لأنه سبب الأزمة الحقيقة ليست وزارة البترول وليست وزارة التمويل وليست وزارة المالية. سبب الأزمة أنه في حقيقة في عجز كبير في الموازنة، في حكومة تقترب من الإفلاس فعاجزة عن أنها تشتري. أصلا المسألة بسيطة جدا، لو في فلوس وانت اشتريت السولار احنا بنستورد اكتر من 70% من احتياجاتنا من الخارج. السفن المحمله بالسولار موجوده في المواني وترفض تفريغ حمولتها لانها ما قبضتش ثمنها، ولانها ما بقتش تثق في الحكومه المصريه علشان تديها تبع لها بالاجل. يعني بقت شركات البترول العالميه تشترط تشترط انها تحصل على الاجر على الثمن فورا مقابل انها تفرغ شحنات البترول. عشان كده فكره انه يعني يطلع علينا اعضاء البرلمان اعضاء مجلس الشورى قبل الانتخابات ويغسلوا ايدهم من او ايد احزابهم، ايدهم مش هم الحقيقه، ايد احزابهم من الازمه، ويتهم وزير البترول. طيب وزير البترول عنده مشكله، هل في رد فعلا عند وزير البترول؟ هل رد على هذا الكلام ولا لا؟ الاتهام ده جاي في صوره استجواب في المجلس ولا لا؟ هو مجرد في المناقشات، هي كانت في المناقشات بعض النواب بيتهموا يعني بهذا الشكل، ووزير البترول طبعا مش حابب يخش في
سجال مع السلطه التشريعيه في هذا التوقيت يعني مع لكن يعني لم يعلق وزير والحقيقه هو يعني لو احنا بنتكلم وزاره البترول ما هيش المسؤوله، لكن هي المسؤوله هو وزير التموين اللي هو حزب من حزب الحريه والعداله. يعني لو كان في مسؤول اللي بيتولى توزيع السولر والمراقبه على توزيعه وضمان وصوله لمستحقيه هي وزاره التموين التي على راسها احد قيادات حزب الحريه والعداله وليس وزير البترول. وضع انسي ونص ساويرس على قائمة ممنوعين من السفر، ويمكن في تفاصيل الخبر حتى اللي كان في اكثر من جريده ان لم يتم ابلاغهم، يعني المكتب بتاع يعني المكتب الخاص بالشركه التي يعملون بها اللي عليها ايضا برضو كان من ضمن الاستجواب، قالوا لم نبلغ بحاجه. يعني هو طبعا عندنا دايما في فجوه بين صدور القرار وبين ابلاغ المعنيين بيه. يعني انت عارف هم اصلا موجودين في مصر ولا لا؟ لا هم مش موجودين في مصر. وخلال يبقى هو قرار لا مش بس كده، وخلال لكن هذا القرار ضرره اكبر بكتير من فوائده الحقيقه. وانا استغربت انه السيد وزير الماليه انه هذا القرار صدر من النائب العام بناء على طلب مذكره من وزير الماليه بيتهم فيها انسي ونصيف ساويرس بالتهرب من الضرر. ولا سميح وناصف؟ لا انسي وناصف. انسي هو الوالد باعتبارهم هم اللي كانوا مسؤولين عن شركه اوراسكوم بيلدينج اللي كانت بتنتج الاسمنت، وقالوا ان يعني هي القضيه الحقيقه ان هي قضيه متعلقة. يعني سميح سيد سميح ساويرس ليس لا مش منهم ومش نجيب ساويرس مش ملزمين بالقرار، لانه خبر واضح يعني. اصل هي قصه مرتبطه بالشركه مش مرتبطه بالاشخاص يعني. لكن هو عشان نوضح هي قصه متعلقه بانه في صفقه من حوالي 3 أو 4 سنين شركه اوراسكوم للانشاء والصناعه باعت شركه احدى الشركات التابعه لشركه فرنسيه، وفي هذا الوقت وزاره الماليه قالت انه الضرائب المستحقه على هذه الصفقه 14 مليار جنيه. الشركه بتقول لا الرقم اقل من كده، وفي خلاف محاسبي بين الحكومه وبين الشركه. تصوري انه ما كانش يجب انه يتحول الى نزاع جنائي تصدر على اساسه قرارات بمنع من السفر او بترقب وصول او بضبط واحضار والحاجات دي كلها، لانه هذا القرار يعني احنا في وقت بنحاول نعمل فيه نبني فيه ثقه مع المستثمرين مع رجال الاعمال المحترمين. هذه القرارات اللي بهذا الشكل اعتقد انه ضرره اكبر بكتير من نفعه. يعني جزء من الحاله اللي احنا بنعيشها. هنروح على مامور وادي النطرون السابق مرثمون هربوا سجناء الاخوان، وهذه القضيه اللي برضه تعتبر من اهم القضايا المثيره للجدل الفتره القادمه، لانها تتضمن من خلالها اسماء منها الرئيس محمد مرسي والدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحريه والعداله، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب. في هي هذا الخبر جه في سياق محكمه استئناف بورسعيد بتنظر قضيه اقتحام السجون، وفيها قال مأمور اسم سجن وادي النطرون انه عمليه اقتحام السجن كانت عمليه منظمه، وهو راجل شاهد عيان شاف انه حوالي 300 ملثم جاءوا في سيارات ومعاهم لوادر يعني مجهزين ومستعدين واقتحموا السجن. واقتحموا السجن. طبعا امبارح العديد من القنوات الفضائيه اذاعت تسجيل كلنا كنا سمعناه، يمكن الناس نسيته، للرئيس محمد مرسي وهو يتحدث مع قناه الجزيره بتليفون يعمل بنظام السوريه بالاقمار الصناعيه، لانه لو نذكر ايام الثوره يوم الثوره 28 يناير ما كانش فيه موبايلات. طبعا الامر يثير الكثير من الشكوك، خصوصا انه كان في اتهام للنظام السابق بانه كان هو المسؤول عن فتح ابواب السجون واحداث حاله الانفلات الامني، لكن احنا واضح ان احنا هذه القضيه هتكشف عن سيناريو مختلف تماما. الامر الثاني وشديد الخطوره والذي يحتاج الى رد من الرئاسه ومن حزب الحريه والعداله في هذا الخبر، انه مأمور السجن قال انه في عدد كبير من السجناء الذين هربوا صدرت لهم عفو رئاسي من الرئيس محمد مرسي، وهم مدانين في قضايا مخدرات وقتل. يعني يمكن ربما نتفهم عندما يصدر الرئيس قرار بعفو عن سجناء في قضايا سياسيه، لكن القضايا الجنائيه قضايا المخدرات قانونا لا تحظى بالعفو. يعني المتهم في قضيه مخدرات يجب ان يكمل فتره عقوبته، فيجب على الرئاسه، لانه كده يعني واضح الامر فيه نوع من رد الجميل بقى، يعني انه هؤلاء الذين تدخلوا لتكسير ابواب السجن عشان يهرب الرئيس محمد مرسي ورفاقه من قاده الاخوان المسلمين بيرد لهم الجميل، فبيفرج عن ابنائهم وذويهم من المقبوض عليهم والمدانين في جرائم تهريب مخدرات. المفروض ان الرئاسه تصدر رد وتوضيح لهذه النقطه، لانها جت على لسان مأمور اسم سجن مأمور السجن وفي ساحة محكمة. هي رد ولا إعادة تحقيق جنائي؟ يعني لا، ده أنا بتكلم في نقطة محددة تتعلق بالعفو الرئاسي، إنه الرئيس يصدر عفو
عن سجناء. اذا ثبت ان هذا العفو لم يكن محله هيبقى مجرد الراي الرد هو النهايه يعني هذه لا طبعا لا 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 ولا هيتم كل حدث هو لكل حدث حديث قرارات ولا بما ان قرارات محصنه لا هو مش قرار محصن هو بس هي قرارات العفو الرئاسي هي قرارات نهائيه الرئيس له سلطه مطلقه في اصدار العفو عن السجناء والحقيقه هذا برضو السلطه ليست هل ده بيتعارض مع فكره ان العفو لما تجار المخدرات معاك عفو حتى لو الجنائي يعني حتى لو في كل دول العالم لرئيس الجمهوريه برضو علشان احنا نذكر حتى في افلام في افلام الابيض والاسود الملك كان في عيد الجلوس بيصدر عفو في عيد الاضحى وفي عيد طبعا في قواعد او في ضوابط للعفو لكن هذه الضوابط يمكن تجاوزها بشكل او باخر لكن احنا هنا الحقيقه الموضوع يمكن بعده السياسي اكتر من بعده القانوني احنا قدام عمل عفو بيعفو فيها عن ناس تورطوا في عمليه اقتحام سجون استاذ اشرف البربري احنا بنشكرك شكرا جزيلا واعتقد زي ما قلنا تاني ان الاخبار كلها يعني تمام مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني نكمل بقيه فقرات نهارك سعيد خليكم معانا